خليني ابدا مع حضراتكم تغطيتنا النهارده. بيسعدني طبعا ان انا يشرفني في هذه الفقره سياده النائب محمد ابو حامد عضو مجلس النواب، هيكون معانا النهارده هنتكلم معاه في تفاصيل كتيره تخص الاستفتاء. مساء الخير سياده أهلاً النائب. اهلا فندم، اهلا واهلا بحضرتك معانا النهارده في قناه المحور. خلينا نبدا من البدايه، انا زمايلي طبعا كانوا مجهزين صوره حابين نعرضها على حضرتك وعلى المشاهدين. الصوره جاهزه معانا؟ معانا صورة سيادة النائب موجودة، وكانت الحقيقة في إحدى اللجان في الشرقية. الصورة طبعا قدامنا أهي على الشاشة. هذه السيدة سيدة مسنة وحرصت على أن هي تشارك في الانتخابات وتدلي بصوتها. الحقيقة مشهد أننا نشوف شخص أو رجل أو سيدة مسنة يشارك في الانتخابات، المشهد ده تكرر كثيرا خاصة في الفترة السابقة في الاستحقاقات اللي تطلب منا الإدلاء فيها بأصواتنا. تفسير حضرتك لده إيه؟ خلينا نقول إنه يعني في الحقيقة مشاركة المصريين النهاردة سواء اللي ابتدت من امبارح في المصريين في الخارج أو النهاردة في الانتخابات في الداخل، يعني في الحقيقة بتأكد إنه قد كده الشعب المصري شعب واعي، قد كده الشعب المصري شعب عظيم، لما يعني بيستشعر إنه في مهمة وطنية يجب أن هو يؤديها دفاعا عن وطنه وحفاظا على مستقبل بلده ومستقبل شعبها. في الحقيقة ما بيتأخرش مهما كانت محاولات أعداء بلدنا أن هم يعني ينشروا أفكار أو شائعات أو ينشروا روح من الإحباط، لكن في الحقيقة الشعب المصري طول الوقت بيثبت لنا أنه بحق الدعامة الأساسية للدولة المصرية. النهاردة في يعني من أول ما اتفتحت اللجان الانتخابية وواضح جدا انه المواطنين بنسبة يعني كبيرة على اعتبار اننا في اول اليوم بيشاركوا في لجان، وخاصة في المحافظات كان واضح جدا ان في كثافة كبيرة من المواطنين، لان كان في امام منها طوابير. المواطنين نازلين باعلام وبهتافات وكأنهم بيقولوا على كل الأصوات اللي كانت يعني بتقول لهم ما يشاركوش أو بتحاول أنها تخوفهم من هذه التعديلات، أنه إحنا مش هيأثر فينا لا شائعات ولا أي دعوات عايزة تحبطنا عن أننا نؤدي ما يجب أن نؤديه تجاه بلدنا. وفي الحقيقة يعني أهلنا من كبار السن سواء من السيدات أو من الرجال بخبرتهم وبمعرفتهم لقيمة هذا الوطن وباللي شافوه خلال عمرهم من معارك خاضها الشعب المصري وخاضتها الدولة المصرية في حروب ومعارك مختلفة ومتنوعة وتحديات اقتصادية وغيره، عندهم إدراك حقيقي لقيمة هذا الوطن ويعرفوا جيدا إنه إزاي لما الشعب المصري بيبقى حاضر بيبقى ده يعني خط الدفاع الأول والأساسي، بيبقى ده الدرع الحصين بعد رحمة ربنا لهذه الدولة. وعشان كده يعني من أول ما اتفتحت اللجان لقينا السيدات ولقينا كبار السن من السيدات والرجال ولقينا المواطنين اللي شايفين قد كده إزاي مصر. احنا لسه مؤخرا الرئيس كان في حزمة قرارات خاصة بكبار السن وأصحاب المعاشات بتظهر قد كده ان الدولة المصرية بتقدر وتحترم جميع هؤلاء المواطنين وشايفة قد ايه ان هم قدموا عمرهم في خدمة وبناء الوطن. وعشان كده ما بيتأخروش، يعني في ناس مش بس كبار سن وفي نفس الوقت كمان مش بيقدروا يمشوا فبيتحركوا على كراسي متحركة، وعلى الرغم من كده بينزلوا ويؤدوا هذا الواجب. وده في رسالة في الحقيقة بقى لكل مواطن من الشباب ومن الناس اللي هم لسه يعني ما وصلوش لهذا السن المتقدم في العمر، يعني انه اذا كان ابائنا وجدودنا نازلين عشان قد كده حاسين دي مسؤولية وطنية رغم ان ممكن يكون في صعوبات صحية بالنسبة لهم، لكن يبقى اللي في سننا احنا واجب عليهم ان هم يشاركوا ويؤدوا هذه المسؤولية الوطنية بغض النظر هم هيقولوا ايه. احنا بنشوف الناس قدام المدارس واللجان محدش بيسألوا انت هتقول ايه او مش هتقول ايه، بمجرد ما المواطن بيروح امام اللجنة الانتخابية بيعامل بمنتهى التقدير والاحترام ويبقى كل الناس عايزاه يؤدي هذا الدور ومحدش بيقوله انت هتقول ايه. انت المهم ان انت تنزل وتشارك لان مشاركتك هي حفاظ على حقك زي ما حضرتك قلتي في بداية كلام حضرتك يعني، وفي نفس الوقت لما هيبقى لك صوت
واضح جدا في داخل بلدك، ده هيمنع أعداء بلدنا سواء من بعض الجماعات الموجودة في الداخل أو في الخارج إن هم يشككوا في هذه العملية الدستورية، أو إن هم يحاولوا يقولوا إنه هذه التعديلات جرت يعني بعيدا عن إرادة الشعب أو الشعب ما كانش موجود. وجود الشعب هيرد على كافة هذه الادعاءات، وأنا زي ما قلت وجودك ومشاركتك بغض النظر حضرتك ناوي لما تنزل تقول إيه، المهم إن أنت تنزل وتشارك عشان ده حق بلدك عليك.